عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في برنامج الإشارة حمراء. برنامج الإشارة حمراء يسمى يكون معكم اليوم دكتور أحمد لطفي، استشاري جراحة مخ وأعصاب مستشفى الساحل التعليمي. طبعا إحنا أمام الظهر من الأعراض المنتشرة في كثير من الناس، يعني إحنا نقدر نقول إن عالميا بيصنفوا إن أكثر سببين بيخلوا المريض يتوجه الى العياده الخارجيه او العياده الطبيب للكشف هما الصداع والام الظهر. فاحنا بنتعامل مع مشكله منتشره وغالبا 90% من الناس بيجي لهم وجع الظهر حتى ولو كان لفتره قصيره في حياتهم، فهي مشكله منتشره ومهمه. احنا النهارده هنحاول نسلط الضوء على الاشارات الحمراء في الام الظهر، يعني لما تبقى الام الظهر منتشره بهذا الشكل هل كل واحد يجي له الم في الظهر يبقى عنده مشكلة حقيقية ولا لا؟ ففي إشارات حمراء نقدر نتكلم عليها، ولكن قبل ما نتكلم الإشارات الحمراء دي نحب إن احنا نشوف الأول أول جدول موجود معانا النهاردة أو أول صورة موجودة معانا النهاردة. احنا بنحاول نوضح فيها، هي طبعا مكتوبة باللغة الإنجليزية ولكن أنا هقول اللي فيها بمنتهى البساطة. هم جابوا في أحد المراكز اللي فيها عدد كبير من العيانين وصل 5000 على مدى سنين طويله وشافوا اكثر الام الظهر سببها ايه. انا بحب اوضح النقطه دي عشان اولا اطمن المشاهدين لنقطه مهمه، ان معظم الام الظهر بتبقى غالبا من النوع اللي احنا بنسميه نون سبيسيفيك، يعني ليس له تشخيص محدد وليس له تشخيص واضح ولا يدل على وجود اي مرض خبيث او اي مرض مقلق او مشكله عويصه محتاجه الى تدخل جراحي او غيره. وده كان وصلت نسبتها الى حوالي 87% في هذا المركز العالمي. وبعد كده تيجي بقى نسب اقل، يعني يجي مثلا الناس اللي وجدوا عندهم اورام لقوا مثلا حالتين في 5 سنين. مثلا الناس اللي عندهم ضغط على الاعصاب ادى الى عدم تحكم في البول والبراز مثلا حوالي اربع حالات او 5 حالات في خلال 2 أو 3 سنين. فمعنى كده ان الام الظهر معظمها فعلا بيبقى ناتج عن حاجات حميده او حتى لو فرضنا وجود غضروف او كده، ولكن ليست اشياء خبيثه او حاجات تضطرنا ان احنا نعمل تدخل سريع. فالجدول زي ما احنا اتفقنا هو بيشرح لنا بس ان هو في خلال 30 سنه مثلا شافوا 10,000 عيان كان من اللي هم ما عندهمش مشكله جامده او كانوا 8795 حاله. بينما في ال 10,000 حاله على مدى 20 سنه اللي كان عندهم فعلا غضروف او ظلال غضروفي كانوا 100 حاله فقط لا غير. اللي كان عندهم كسور في الفقرات نتيجه ان الفقرات ضعيفه لاي مرض ان كان كانوا حوالي 400 حاله. احنا بنتكلم في 20 سنه في 10,000 عيان. اللي كان عندهم ضيق في القناه العصبيه كان 300 حاله فقط. اللي كان عندهم سرطانات او اورام سواء حميدة أو خبيثة كانوا 70 حالة في وسط 10,000 حالة في 20 سنة. وهكذا يعني. واللي كان عندهم التهابات أو صديد على الحبل الشوكي كانت حالة واحدة في خلال الإيه؟ ال 20 سنة. يبقى إحنا نقدر نقول إن بفضل الله سبحانه وتعالى رغم انتشار ألم الظهر ولكن معظم أسبابه حميدة. لما نشوف بقى الجدول الثاني يقول لنا ريد فلاجز او العلامات او الاشارات الحمراء في الام الظهر. ليه سموها اشارات حمراء؟ لان زي ما احنا شفنا دلوقتي ان معظم الام الظهر سببها حميد، ولكن بعض الاشياء حتى ولو كانت نادره او قليله ولكن خطر وتحتاج الى تدخل جراحي او الى اجراء اشعه بسرعه عشان نلحق العين. لما نشوف الجدول ده بيقول لي ان في 3 حاجات رئيسيه هم اللي انا بخاف منهم ولازم اشوف الاشارات اللي تدل عليهم. لما اشوف اول حاجه اللي هي الفراكشر او الكسور، انا خايف ان يكون عندي كسر. طب ايه العلامات او اللي تخليني اقول ان انا لما يكون عندي الم في الظهر لازم اسعى ان انا اعمل اشعاعات او اراجع الطبيب عشان خاطر ممكن يكون عندي كسر في الفقرات؟ اللي هم يكون يا اما عندي اصابه جامده، يعني بمعنى واحد وقع من ثالث دور مثلا او وقع من دورين او وقع من مسافه اكتر من متر ووقع على ظهره او وقع قاعد، يبقى ده عندي وفي الم في الظهر، يبقى عندي في نسبه احتمال كبيره ان يكون عنده في كسر في الفقرات.
وكذلك لو عندي إصابة في الظهر خفيفة بس معاها إنه يكون يا إما يكون إن هو كبير في السن قوي، يعني لو أنا عندي 20 30 سنة وقعت على ظهري وقعة خفيفة ممكن تبقى عادي، لكن لما أنا يبقى عندي 70 سنة 80 سنة ويقع على ظهره، لا هنا بيبقى العظم أصلا ضعيف، فممكن الوقعة الخفيفة دي تؤدي إلى كسر الفقرات وتؤدي إلى مشاكل بعد كده محتاج إن أنا أعالجها. كذلك لو هو أساسا عنده هشاشة في العظام ومشخصها إن هو عنده مشكلة، زي معظم النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية بيحصل لهم نتيجة الاختلاف الهرمونات ونقص الهرمونات الأنثوية اللي بتحافظ على جودة العظم، بيحصل لهم إنه يبتدي العظم يضعف، وبالتالي الستات اللي بيحصل لهم إصابة في الظهر أو ألم في الظهر حتى لو من غير إصابة ويكون عدوا سن اليأس وكده، فلازم برضو يستشير الطبيب، لأن ممكن يكون عندهم مشكلة في فقرات الظهر زي كسر، ومش شرط يكون نتيجة خبطة، ممكن يكون لوحده مجرد التحميل أو الوزن الزيادة أو شارب حاجة تقيلة يعني أو حاجة خفيفة، بس عشان العظم ضعيف فده بيؤدي إلى إن يحصل كسر في الفقرات. فيبقى أول حاجة أو الإشارات، أول إشارة حمراء عندنا الإشارات الحمراء التي تدل على وجود الكسر، اللي هي زي وجود ان العيان اصلا يكون حصل له اصابه جامده زي ما اتفقنا، خبطه جامده على الظهر او وقع من مكان مرتفع او حادثه عربيه ويكون في الم في الظهر، او يكون اصابه خفيفه بس هذه الاصابه في انسان كبير في السن قوي فمتوقع عظم ضعيف، زي ما احنا شايفين هنا مثلا في عندنا فقره مكسوره. هنا الاشاره الحمراء بتقول لنا ادي فقره مكسوره، ممكن الكسر ده يكون حصل نتيجه اصابه خبطه وقعه او حادثه، او ممكن لا ممكن يكون ان انسان كبير في السن زي ما اتفقنا، او واحده عندها هشاشه عظام، او فمجرد شيل تقيل وطى غلط بيرفع ظهره يحس بطقطقه، ممكن يكون ده الكسر ده يوجد حتى من غير ما يكون فيه اصابه في الظهر. فالاشاره الحمراء اللي قلناها دلوقتي هي ان اذا كان في اصابه في الظهر او اذا كانت اصابه جامده او اصابه خفيفه مع وجود الحاجات التانيه اللي قلنا عليها زي السن الكبير او هشاشه العظام. لو نرجع للجدول تاني ونشوف الاشارات الحمراء هنلاقي ان عندي يكون في تيومر او انفكشن. يعني ايه تيومر او انفكشن؟ يعني يكون في ورم او يكون في عدوى او التهاب، ودول حاجه مهمه جدا 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 واحب اكد عليها كتير. ليه؟ لان للاسف في حالات كتير بنشوفها بتيجي متأخرة، يعني يجي مثلا عنده ورم والأعراض بتاعته ظهرت عليه مثلا بقالها شهر وما بيحركش رجله بقاله شهر، وجاي بعد شهر عشان يتشخص، وبعدين يتشخص إن عنده ورم أو عنده التهابات، بس ساعتها بيكون الوقت فات. إحنا بنقول إن أي عيان التيومر أو الانفكشن أو اللي هو الورم أو التهابات هتيجي بإيه؟ أول حاجة لو انا عندي تاريخ مرضي ان العيان ده اصلا عنده سرطان في اي مكان تاني، يعني عيانين اللي عن مثلا عامله سرطان في الثدي او عنده سرطان في الرئه وبعدين يبتدي يشتكي من الام في الظهر، لا ما يطنشهاش، لازم يهتم بيها ولازم يروح للدكتور مباشره ولازم يعمل اشعاعات، لان ممكن يكون حصل انتقال من الورم الاساسي الى الظهر فابتدى يعمل يعني ورم ثانوي على الظهر، ويبتدي ممكن بعد كده يضغط على الحبل الشوكي ويعمل لنا ضعف في الاطراف وعدم تحكم في البول والبراز، فده مهم جدا ان انا اتابع. كذلك من الحاجات اللي تقول ان انا عندي تيومر او عندي ورم او ان عندي التهابات ان العيان بيخس بدون سبب ملحوظ، يعني عيان بياكل كويس اكلته العاديه ما عندوش اي مشكله نفسيه وعمال ينزل في الوزن بسرعه، يبقى في الحاله دي برضو لا اقلق ان يكون عندي سبب اورام او حاجه تانية برضو تؤدي الى ان انا يكون عندي الم في الظهر يكون سبب الورم اللي موجود ده وهو اللي بيعمل ان وزني بينزل بسرعه. كذلك لو انا عندي ان الالم بيزيد اكتر، يعني يكون الالم مثلا وانا ماشي كويس وانا بتحرك كويس لكن لما بنام على ظهري او بالليل يزيد قوي، ده برضو من ضمن الاشارات الحمراء المهمه جدا. لو الالم بتاعك اكتر وانت نايم بالليل اكتر من وانت ماشي، او يعني لو الالم موجود في كل الاوضاع زي بعضه حتى وانت نايم مش اشاره حمراء قوي، لكن لو انت مثلا ان المك وانت نايم على ظهرك اكتر من وانت ماشي او اكتر من وانت واقف، يبقى دي اشاره حمراء ان ممكن يكون ده من علامات وجود ورم او علامات وجود التهابات. كذلك لو الالم اكتر بالليل، يعني انت طول النهار عادي وكويس او الم بسيط ودي تيجي الليل يزيد قوي لدرجه ممكن يصحيك من النوم او يعمل لك ارق ما تقدرش تنام منه، ففي الحاله دي برضه دي اشاره حمراء لان دي من ضمن علامات الاورام او الالتهابات.
لو انت عندك سخونيه يعني قلل صداه ومصاحب معاه سخونيه ارتفاع في درجه الحراره برضه قد تكون من علامات وجود التهاب او صديق. كذلك لو حصل تدهور مفاجئ وسريع في الوظائف العصبيه، يعني ايه؟ يعني واحد بيتحرك عادي وفجاه حصل له مثلا سقوط في القدمين، او فجاه ابتدى مش قادر يحرك رجله ووصل لمرحله ان هو مثلا مش قادر يقوم من السرير ورجله ضعيفه مش قادر يحركها حتى وهو في السرير، او ابتدى مره واحده يجيله عدم تحكم في البول براس. ممكن يعني صوره عدم التحكم في البول براس ممكن تكون ان ابتدى يخش الحمام بشكل اكتر، ابتدى البول يسبقه قبل ما يخش الحمام، او ابتدى يحصل احتباس في البول، كل دي من علامات. او ابتدى البول ينقط معاه، يعني يبقى المسالة مليانه وفي نفس الوقت بينقط بول، كل دي من علامات تدهور الوظائف العصبيه، ودي من اخطر العلامات. ليه؟ لان لو انا وصلت مرحله الورم او الالتهاب انه ابتدى يعمل لي هذه الاعراض، فمعنى كده ان انا قدامي مده لا تزيد عن 24 ل 48 ساعه عشان الحق. معنا اتصال دلوقتي، استاذ عصمت اتفضلي. السلام عليكم. استاذ عصمت اسفين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك ومرحبا. حضرتك يا دكتور، بس انا بعاني من الم في اخر العمود الفقري كده يا دكتور. تمام. بس الالم دوت يعني بيجيلي لما من ضغط الشغل وكده، يعني لما اشتغل وكده فبحس بالم شديد. تمام. طب هو انت شغال ايه بالظبط؟ انا شغال في المعمار دكتور. يعني بتشيل تقيل؟ اه بشيل تقيل وكده. تمام. والالم ده بقاله فتره طويله؟ الالم ده بقاله سنه كده دكتور. بقاله سنه وبيزيد عليك ولا زي ما هو؟ هو بيزيد يا دكتور دايما. طيب وانت بتقول انه بيزيد عليك بعد الشغل اكتر، يعني لما بتحمل وكده بيزيد عليك؟ اه اثناء الشغل بيزيد عليك. طيب وانت الالم ده بيعرف بس ولا بيسمع في رجلك؟ هو لا هو في اخر فقره كده في العمود اخر الفقري. فقره. اه طيب هو مبدئيا احنا زي ما احنا متفقين ان الام الظهر الام الظهر زي ما احنا متفقين معظم اسبابها حميده، فلما يجي يعني يشتكي من الم في الظهر زي ما استاذ اصلا اشتكى كده بيسال الاسئله دي، هل هو بيسمع في رجله ولا لا؟ معنى كده ان ما عنديش ضغط على الاعصاب يعني الموصله للرجلين، وبالتالي فانا كده بستبعد شويه ان انا يكون عندي غضروف ضغط على الاعصاب ده مبدئيا. ثاني حاجه انه بيزيد مع المجهود، فده بنسميه ميكانيكال بين او الم ميكانيكي، بيزيد اكتر مع المجهود والتحميل على الفقرات، فده ليه تدمن ان هو طبيعه شغل فيها شيل كتير، وان انت ده بيحمل على العضلات وبيحمل على الاربطه والمفاصل بتاعت الفقرات، فمع الشغل ده بيزيد الوجع. طبعا في الحاله زي كده احنا حتى ممكن ما بنطلبش ان احنا نعمل اشعاعات، لان الاشعاعات غالبا بنعملها لما يكون انا شاكك في حاجه جراحيه وهبتدي ان انا عايز استطلعها او اشوفها، لكن انا مش شاكك في حاجه زي كده، انا شاكك ان ده الم ظهر اللي هو بنسميه زي ما اتفقنا في الاول النون سبيسيفيك كده، اللي هو ملوش سبب محدد او واضح وصريح، ولكنه نتيجه التحميل على الظهر مع شويه ضعف في العضلات والاربطه ادى الى ان هو بقى فيه الم في ظهره، وده محتاج ان احنا اولا يحاول يخفف الحمل شويه على ظهره، ثاني حاجه الفترات اللي بيزيد فيها الالم ياخد مسكن خفيف مع اضافه عضلات، وممكن يحط لزقه مثلا او دهان على ظهره، بالاضافه ان هو ممكن كمان العلاج الطبيعي هنا له دور جامد جدا واحنا غالبا بنغفله، يعني العلاج الطبيعي هيقدر يقوي عضلات الظهر وهيقدر يقوي الاربطه اللي موجوده ويخليها تتحمل اكتر من الاول، فده في حد ذاته مهم جدا، وانا مش شايف اي داعي خالص للاشعاعات اللي ممكن حد يطلبها او كده، طالما الالم في الظهر بس وما عنديش اي علامات ثانيه وما عنديش اي حاجه تخوفني زي عدم تحكم في البول والبراز او ضعف في الرجلين او حتى الم في الرجلين. نستكمل ان شاء الله. في اتصال ثاني. مدام سعاد. ايوه السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور حضرتك؟ اتفضلي. ممكن نعلي الصوت شويه؟ ايوه حضرتك. ايوه اتفضلي. ماشي حضرتك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت يا دكتور، انا عندي الم في العمود الفقري من فوق لتحت. في العمود الفقري من تحت؟ من فوق لتحت. من فوق لتحت، يعني من اول الرقبه لحد الظهر من تحت. ايوه حضرتك. وكنت كشفت في مستشفى شرق المدينه وعملت عليه اشعاع، لكن قالوا لي ما فيش اي حاجه،
هو مجرد سد عطل بس، عايز حاجة ترتب العطل بس مش أكتر يعني. فحضرتك ما يعني ما ادونيش أي حاجة حتى مرتين، طيب ما جبتش معايا أي شيء يعني، لذلك إني بحس وأنا قاعدة كده بالطلاب برضه بتتعب فيها، حتى التعب اللي في ظهري يضرب في صدري من قدام، وأنا نايمة بالليل بنحس إن أنا مش قادرة ناخد نفسي، بحس إن أنا تعبانة، مع علم حضرتك إن أنا عاملة عملية في الجلد مغيرة في المهم تراث، ناخد أدوية يعني بعض التهابات علشان الترسيب وكده. أيوة. انا مش عارفه يعني متوجه او نعمل ايه بالظبط، لان انا مش ما عنديش يعني جرأة ان انا مثلا اروح لدكتور، يعني خايفه عن حاجات كتيره مش كويسه، انا خايفه مش عارفه. لا ان شاء الله ما تخافيش باذن الله، واحنا نحب ناكد على كذا حاجه ونرجع الاتصال ما دام. طب نشوف اتصال تاني الاول وبعدين ان شاء الله نرد على السؤال. مدام سوريا اتفضلي. ايوه الو، اتفضلي يا مدام سرية اتفضلي. انت صاحب المشروع؟ ايوه انا معاك اتفضلي. بص انا في الوحيدين معايا، معلش ممكن تعلي صوتك شوية ونوضح الصوت شوية. مش عارفة عارفة. انا بص انا عندي ايه، انا عندي اول غلط وبعدين الظهر. هو الاتصال مش واضح او مش قادرين نسمع كويس، فنحاول مره ثانيه ان شاء الله. بالنسبه للسؤال اللي فات، نحب نقول لمدام سعاد يعني مبدئيا ان الالم اذا كان واخد الظهر كله ده في حد ذاته علامه كويسه، يعني مش علامه وحشه. يعني احنا دايما بنقلق، وكنا لسه هنكمل الاشارات الحمراء، فنقول من ضمن الاشارات الحمراء ودي برضه لها علاقه بالاتصال، ان احنا لما يكون الالم متركز في منطقة معينة، يعني بحيث العيان يقدر يشاور لي بصباعه كده ويقول لي الألم في النقطة دي. في الحالة دي أنا أقلق، لأن غالبا بيبقى فيه مشكلة في المنطقة دي بس. لكن لما يبقى الألم في كل العمود الفقري غالبا مفيش مشكلة جامدة بتاخد كل العمود الفقري. ومعانا اتصال. معانا مدام نورهان. أيوه أم علي. أهلا وسهلا. أم علي. اتفضلي. يا السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، ممكن تقفل التلفزيون وانت بتتكلم؟ ممكن نقفل التلفزيون وانت بتتكلمي معايا؟ أنا يا دكتور ضهري واجعني من تحت. تمام. من أسفل. وحط حزام. تمام. قال الدكتور فقط وفاش فكرت هي. وبعدين يا دكتور هي سنة وديت في الثاني. دلوقتي المسوغ جاني في كتفي وجاني ضهري يا دكتور، ومش عارف ايه اللي عندي يا دكتور. يعني في وجع في كتفك دلوقتي؟ وعملت اشعة قال لي بالاقتناع، الاشعة عايزة تصور بالاقتناع كذا عند الخمسة والستة والسبعة. ده في الرقبة ولا في الظهر؟ ده في الرقبة. لا في النظر خمسة وستة والسبعة. خمسة وستة والسبعة في الرقبة. في كتفي، في كتفي انا وجاني في كتفي، انا معلش يا دكتور برضه. بس انا عايز كتفي. يعني انت كل اللي قالها دلوقتي اكتر حاجه الكتف. الكتف يا دكتور جاي نجاوب. الاثنين ولا واحد يعني؟ يمين او الشمال ولا؟ الكتف واحد يا دكتور. اللي هو اليمين ولا الشمال؟ لا الشمال يا دكتور. الشمال. تمام. ووجع ظهرك لسه موجود ولا راح؟ ده لسه يا دكتور، انا دلوقتي يعني مش كنت رجعت الكتف اصلا. طب تقدري تحركي كتفك لفوق ولا لا؟ يعني تقدري ترفعي كتفك لفوق مثلا فوق مستوى الكتف كده ولا ما تقدريش؟ ارفع كتفي عادي كده تسمع. يعني حد كده بس مثلا؟ فوق يا دكتور يعني متجوز. تمام. خلاص شكرا. نرجع لمدام سعاد السؤال الاولاني. زي ما اتفقنا الم الظهر لما يكون واخد مكان واسع ده مش معناه حاجه خطر، وده هو ده اللي بنسميه نون سبيسيفيك او ملوش سبب واضح ومحدد، وده بيحتاج ان احنا غير العلاج ان احنا لازم نعمل علاج طبيعي عشان يقوي عضلات الظهر، لان احنا للاسف معظمنا كمصريين ما بنمارسش رياضه، والستات بالذات مع الحمل والكلام ده كله بتبقى عضلات الظهر ضعيفه جدا، فلازم نحاول ان احنا نمارس الرياضه
ولازم تعمل علاج طبيعي لا يقل عن شهر، وبعدها تبتدي تقيم مره تانية. كمان في نقطه مهمه، لما الم الظهر بيفضل فتره طويله اكتر من 3 شهور بيدخل معاه جزء تاني وهو الجزء النفسي، بيبتدي يعني بقى بنسميه سايكوسوماتيك، بيبقى مرض جسدي نفسي. فالجزء النفسي مهم جدا، ولذلك في بعض الحالات بنضيف دواء مضاد للتوتر او مهدئ في حالات الام الظهر وبيجيب نتائج كويسه. فانصح اللي عنده مثلا الم يعني مزمن او الم بقاله فتره طويله وجرب كل الادويه ان هو بيجرب بهذه المساله. كمان في الحالات اللي هي بنسميها نون سبيسيفيك او اللي هي زي الحرق والصداع كده، ممكن نجرب ما يسمى بالحقن او التردد الحراري، بنشوف الاماكن الاكثر الما وممكن يكون فيها شويه التهابات في مفاصل الفقرات، ممكن بنعمل لها حقن بماده مضاده للالتهابات زي الكورتيزون، او ان احنا بجهاز اسمه التردد الحراري بنخش ونعمل فيه حقن سواء في الظهر او في الرقبه، برضه بيجيب نتائج كويسه مع بعض الحالات. بس عشان نقيم افضل لازم العيان نفسه يكون يتفحص، يعني الدكتور يفحص العيان عشان يشوف هل هو فعلا مؤهل لهذه الاجراءات التداخليه ولا اصلا مش مهيئ ليها. اما بالنسبه لشكوى دكتور ريا عن الكتف، فطبعا اذا كان في اختناق في الفقرات العنقيه يعني فعلا في الاشعه زي ما انت قلتي، ده بحد ذاته ممكن يعمل لي الم في الكتف، لان الاعصاب اللي بتغذي الدراعات والكتف اصلا خارجه من الفقرات العنقيه عن طريق الحبل الشوكي اللي موجود داخل هذه الفقرات، وبالتالي فلو في عندي ضغط على هذه الاعصاب بينقص الدم اللي وصل لها ويبتدي العصب يدي الام تسمع في المكان اللي هو رايح له سواء الكتف او بقيه الدراع كله. وكمان نقطه مهمه، انها بتقول مش قادره تدفع بصح، يعني الدراع مش قادره ترفع مسافه معينه، ده بيجي اكتر مع لما يكون في التهابات في الكتف نفسه. فعشان كده لازم دكتور عظام يشوف الكتف ويفحصه، لان ممكن تكون القصه ماشيه اكتر في اتجاه التهابات في مفصل الكتف هي اللي عامله كده. وفي الحاله دي انصح ان يعني نضيف الى العلاج علاج طبيعي عشان يزود مدى حركه الكتف ويقوي العضلات بتاعه المفصل نفسه، وان احنا نضيف حاجات للخشونه ودي طبعا دكاتره العظام او المخ والاعصاب يقدروا يكتبوها للمريض لما يروح لهم، حاجات بتحسن الخشونه وتحسن الاعراض بتاعتها. فيبقى العلاج الطبيعي مع النقطه اللي هي ادويه الخشونه ممكن ده في حد ذاته يقلل. كذلك لو عندها الضيق في الفقرات العنقيه ممكن تجرب انها تلبس رقبه بلاستيك بدق بتسند الفقرات وبتحسن العضلات شويه، بتقلل الالم اللي فيها. فدي كلها حاجات ممكن نستخدمها ان شاء الله. وكذلك برضو ممكن في بعض الاحيان لو هم في مشكله في اجراء جراحه او كده ممكن تستجيب للحقن الفقرات. ومعانا اتصال تاني ان شاء الله. مدام سلوى. ايوه اتفضلي. الو. ايوه معاك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا مدام. اتفضلي حضرتك. والله انا في وجع يا دكتور في ظهري، كشفت يعني انا عند حضرتك كده قالوا لي في حاجه في العضلات. يعني انت كشفتي وقال لك في حاجه في العضلات؟ ايوه ده اللي في العضلات، الثاني باصص للعضلات. تمام. من ناحيتين يعني ظهري كان بيغلي كده بس. تمام. بعد كده لما اخذت العلاج دلوقتي في ايدي اليمين، السد اليمين ده تحت على طول كده بقى يعني ايدي نص ظهري بالظبط كده بتغلي حته واحده. بتغلي بس بتستناها لقدام عند تحت صدري من قدام كده. تمام. وعند بطني بتغلي حصان ما بتستنى ورا قدام الحته دي. تمام. بس انا عملت علاج رهيب بس زي 10 جلسات يوم السبت ان شاء الله تكون يمكن غزات يا ربي. يعني انت عامل العلاج الطبيعي حاسه انه ده النتيجه معاكي ولا لا؟ قبل اول جلسه اول جلستين يعني لسه ما خدتش غير جلستين بس يعني يعني 3 جلسات جاب نتيجه كويسه كويسه بتصلي كويسه حلوه قوي. طيب. بعد كده رجع تاني الالم بس انا شفت بصراحه حاجه ثقيله يعني هل استمر معايا براسي عجز قاعده في البيت شفت من الشغل من كتر الحاجة. انت وزنك يعني وزنك زياده؟ لا لا ما جاليش الدكتور انا لازم اطلع انت وزنك طيب هو عندك السكر ولا حاجه؟ لا ما عنديش سكر ولا اي حاجه. تمام. بس هو المكان ده لما دوسي كده حاجات يسكت يعني بيغلي وسط ظهري بالظبط. خلاص ان شاء الله هنرد على السؤال دلوقتي. الله يخليك بس بعد اذنك والله. معاك ان شاء الله. بالنسبه للسؤال طبعا لو في الم بيسمع تحت الصدر او كده يبقى غالبا ده التهابات في الاعصاب. فدي محتاجه انها تاخد ادويه مضاده لالتهاب الاعصاب وتاخد فيتامين دي، ده مهم جدا.
وكمان نكمل على العلاج الطبيعي، لان العلاج الطبيعي ممكن يحتاج زي ما اتفقنا ان احنا 12 جلسه على الاقل عشان يبان نتيجه يعني ذات قيمه في مثل هذه الحالات في الم الظهر بالذات. وزي ما اتفقنا علاج لتلات الاعصاب، وعلاج الفيتامين بي مهم جدا، وده دكتور مخ والاعصاب او دكتور الاعصاب يقدر ان هو يوصف لها علاج مضاد لالتهابات الاعصاب، وده مهم قوي 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 تمشي عليه عشان خاطر يقلل الاحساس الالم اللي موجود تحت الصدر ده. ويستحسن برضه ان تعمل تحليل سكر تتاكد ان مفيش سكر، لان ممكن يعمل هذه الاعراض يعمل التهابات، وتتاكد ان مفيش حاجه تحت صدرها طالعه مثلا حويصلات او حاجه بتفرقع او حاجه فيها ميه او كده، لان ممكن تكون دي التهابات فيروسيه، فلازم تطمن انها مش موجوده عشان خاطر تقدر تتعامل معاها بطريقه مختلفه تماما. طبعا احنا ان شاء الله يعني قربنا على نهايه الحلقه، فهنحب نلخص اللي احنا قلناه او الاشارات الحمراء المهمه اللي احنا عايزين ننبه الساده المشاهدين اليها، واهمها زي ما قلت قبل كده وجود تدهور في الوظائف العصبيه، لان ده اخطر حاجه بتحصل، وللاسف بيجي العيان متاخر وبيجي بعد ما يكون فات الاوان. فبنقول اي واحد بيجي له سقوط في القدم، يعني يبتدي رجله مثلا مش قادر يرفعها كده او يحركها وتبتدي تسقط منه او كده، ده لازم ان يتجه للطبيب مباشره. اي مريض عنده عدم تحكم في البول او البراز، سواء ان البول بيسبقه او ان البول بيتاخر عليه او ان البول بينزل منه كاملا او حصل فيه احتباس، ده برضه لازم يتوجه لطبيب مخ والاعصاب مباشره. اللي عنده تاريخ مرضي ان فيه سرطان، او اللي عنده تاريخ مرضي ان فيه التهابات مزمنه في الصدر او في الكلى، الناس اللي للاسف يعني ممكن يكونوا بيتعاطوا او ادويه في الوريد برضه ده بيأهلهم لحدوث التهابات، الناس اللي عندهم مناعه ضعيفه زي مرضى الايدز او مرضى اللي بياخدوا كورتيزون او يعني امراض المناعه المختلفه، برضه لو جالهم الم في الظهر لازم يتوجه الى الطبيب مباشره. الناس اللي حصل لهم اصابه كبيره او شديده في الظهر، او حصل لهم اصابه خفيفه ولكن هم عندهم يا اما سن كبير يؤهلهم للاصابه، او ان في هشاشه في العظام تؤهله ان يحصل كسر. الناس اللي بيحصل لهم الم زياده وهم نايمين او بالليل، ده برضو يبقى دي من الاشارات الحمراء. كذلك الناس اللي هم زي ما اتفقنا سنهم كبير قوي او صغير قوي، يعني برضو السن الصغير قوي اقل من 20 سنه برضو ده من ضمن الاشارات الحمراء، ان لازم برضو يتجه للطبيب ويعني ما يعتبرش الامر عادي. فدي اقدر اعتبرها ان دي اهم الاشارات الحمراء في الام الظهر، ولازم كل واحد ياخد باله. بس زي ما اتفقنا في الاول وزي ما قلنا عشان برضو الناس ما تفزعش، ان معظم الام الظهر والحمد لله بتبقى اسبابها حميده، وبتبقى حتى لو مش عارفنا السبب وده الغالب، وده يعني مش حاجه خاصه بينا، حاجه في العالم كله، ان الاكبر نسبه هي زي ما يسموها كده نون سبيسيفيك، اللي هو مش معروف سبب محدد ومعين، فده بالنسبه الاغلب وحاجه حميده، فمفيش داعي للقلق الا لو ظهرت العلامات الحمراء اللي قلنا عليها. واللي اكد مره اخيره ان اهم علامه فيهم هي ان يكون العيان حصل تدهور في الحركه او في التحكم في البول والبراز، لان دي اخطر حاجه بنشوفها، والناس بتيجي متاخر بعد ما يكون فات الاوان، فيا ريت ما نتاخرش فيها نهائي، ونتوجه مباشره للطبيب ونسرع في عمل الاشعاعات. وفي النهايه احب اشكركم لمتابعتكم ليا، وارجو ان تكون الحلقه اللي قدمتها حلقه مفيده، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.